بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. انتشر الفساد أكثر فأكثر، وراح صوت الدجل والكذب يسود في مدين وربوعها، وتناقل الناس بينهم أن هناك من يعلم الغيب ويقبل النذور والقرابين، يروجون للضلال والكفر، وكأنهم خدمة الشياطين. فلما علم أهل مدين بأن هناك من آمن بنبي الله شعيب عليه السلام، راحوا يحاربونهم بالقول والعمل، يضيقون عليهم أرزاقهم ويغلظون لهم القول، وأخذوا يهددون نبي الله عليه السلام هو ومن معه ويتوعدونه بسوء الجزاء حتى يعودوا إلى ملتهم الأولى أو يكونوا من المنبوذين. فما كان من نبي الله شعيب إلا أن ألان لهم القول ودعاهم للخير عسى أن يهديهم الله إلى صراطه المستقيم. انتظر يا أزرق، انتظر، هذه القافلة تحت حمايتي. ومنذ متى وأنت تحمين قوافل التجارة الآتية لمدين يا شهبانة؟ إن أردت سلما فدعنا نتحدث، أما إن أردتها حرباً فنحن أهل لها يا أزرق، وأنت تعرف جيداً قوة شهبانة ورجالها. نحن بمعزل عن الآخرين. تحدثي يا شهبانة، ما الذي تريدين قوله؟ أغمد سيفك أولاً يا أزرق، فمثلنا لا يجب عليهم الحديث وسيوفهم خارج غمدها. تحدثي إذن. تعلم يا أزرق أننا إن دخلنا حرباً أن كلانا سيكون خاسراً. ثم ماذا؟ يجب علينا أن نتفق على رأي بيننا يكون فيه الخير لكلانا، فلا نتقاتل بعده. وما هو هذا الرأي يا شهبانة؟ خراج أعطيه لك، فيكون لك ولرجالك ثلث ما اغتنمته، ويكون لي ولرجالي الثلثان. ماذا؟ أنا ورجالي الثلث؟ هذا ليس بقليل يا أزرق. ولما لا آخذ الغنيمة كلها وحدي؟ فالقوافل لا حصر لها، وسيفي بيدي لا يغمده عدو. حينها تكون النهاية. أرجو أن تكون قد فهمت. أسمعت بأمر مؤمني شعيب؟ ماذا؟ أهناك من آمن بهذا النبي الزائف؟ نعم، هم مجموعة من الأراذل والضعفاء. صدقت يا أخي، فليس شعيب إلا مدعي نبوة
يأمرنا بأن نعبد إلها واحدا لا نعرف عنه شيئا، ونترك ما وجدنا عليه أباءنا وأجدادنا. بل ويأمرنا بالتقوى في البيع والشراء. ألا يعلم هذا الرجل بأن هذه هي قوانين التجارة، وأن أهل مدين جميعا ينتهجون هذا النهج؟ أي دين هذا الذي ينغص علينا حياتنا ويضع لنا المحاذير؟ دعه يقول ما يقول، ففي النهاية لن يتبعه أحد. وأما عن هؤلاء الأراذل فسيكون لمدين شأن آخر معهم. هل سمعت شيئا؟ ليس بعد، ولكن كبار مدين لن يقبلوا بأن تنتشر دعوة شعيب بين الناس حتى لا تبور تجارتنا. كفانا ما يفعله اللصوص وقطاع الطرق بنا وبقوافلنا. سنفعل ذلك لا ريب، فهو أمر واجب على كل أهل مدين، فما عشنا إن سبت آلهتنا ونحن صامتون. وبدأ قوم سيدنا شعيب عليه السلام يخططون للخلاص منه وطرده هو ومن آمن معه من الفئة القليلة، فاجتمعوا وذهبوا إلى بيته ليهددوه. يا شعيب، إما أن تعود إلى ديننا ودين آبائنا، وإلا طردناك من قريتنا أنت ومن آمن معك. أتظن أنك ستقنعنا بترك ديننا؟ أنت واهم يا شعيب. قال شعيب: وكيف تريدون إجبارنا على أن نترك ديننا وأن نترك الحق وعبادة الله وحده بعد أن من الله علينا وهدانا للإيمان به؟ يا قوم، لا تجعلوا حبكم لمخالفتي وخصامكم لي وبما جئتكم به يدفعكم على الاستمرار في ضلالكم وجهلكم، فينزل الله بكم العذاب كما أنزله بأشباهكم من الأقوام الكافرة من قبلكم، من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح الذين كذبوا رسلهم فخالفوا أمر الله تعالى وتحدوه. نحن لا نفهم ما تقول من كلام. أنت فينا ضعيف يا شعيب، ونحن لن نستجيب لك. يا شعيب، إن لم تعد عما أنت فيه وتعود إلى عبادة آلهتنا سينالك منا أذى شديد، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. ولما أيقن شعيب عليه السلام أن قومه وصلوا إلى أعلى درجات النكران والعصيان لله تعالى وفقد الأمل من إيمانهم، قال لهم بلهجة تهديد ووعيد فيما معناه: إن كان هذا ما تريدون فابقوا على دينكم وكفركم، وأنا ومن معي من المؤمنين سنظل على ديننا وإيماننا، وسيبين الله تعالى من هو المنتصر فينا ومن هو الخاسر الذي سينال الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا راشد؟ بخير والحمد لله، ولكن هناك أمر مهم. لقد بدأ الناس يتعرضون لنا في الطرقات بعد أن رأونا نصطحب نبي الله في ذهابه وإيابه، فعلموا بأننا قد آمنا بالله ورسوله. وماذا في ذلك؟ فليفعلوا ما بوسعهم، فوالله لن يردونا عن طريق الحق بعد ذلك أبدا. ووالله لا أجاهرن بإيماني بالله ورسوله في وسط أسواق مدين، ولنرى ماذا سيفعلون. لا تفعل يا باعث، فيكفي ما نلاقيه، وعسى أن يكون فرج الله قريب. ولكننا لن نقبل بأن تتعرضوا للأذى دوننا يا راشد، فنحن إخوة في الله، ما يصيبكم يصيبنا وما يضركم يضرنا، فكيف نترككم تعانون وحدكم؟ إذن دعونا نسأل نبي الله أولا، وما يحكم به يكون. رأي صائب،
ونحن سننتظر رد نبي الله. انظروا، ها هي غنائمنا تأتينا بلا عناء، فمن هو سيد الجبل إذن؟ شهبانة تبلغك سلامها يا أزرق، وترسل إليك تلك الغنائم. فليأخذ الرجال نصيبهم، ولتحرص على توزيعها بنفسك يا مارق. أمرك سيدي الأزرق، فليكن ما أمرت به. شهبانة تعرفني وتعرف غضبي جيدا. الأزرق لا يسالم أحدا، فقط هي مهادنة، ثم نرى ما ستحمله الأيام القادمة. أهذا أحد تابعي شعيب؟ نعم، هو منهم، أنا أعرفه جيدا. وما صنعة هذا الرجل؟ إنه راعي غنم من أهل مدين. لمن يرعى؟ لنفسه لا لأحد. إذن فليس له سيد؟ هو سيد نفسه، أما قبيلته فهي من أصغر القبائل في مدين. إذن فوجب علينا إيقافه عند حده. فلنفعل. أنت ومن غيرك أمامنا؟ نرجو أن يكون خيرا. نريد أن نؤدبك يا رجل، فمثلك وجب له الأدب يا تابع شعيب. وعندما وجد شعيب أن قوم مدين قد بدأوا يعتدون عليه وعلى المؤمنين معه، استنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من العذاب، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.